عليكم ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى يعني ايه البهجه والسلام والسرور والايه كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله يبقى يعني والعيد فرحه بقى وايه والحاجات الحلوه دي وزغرت وبومب. انا والله العظيم ولا معدي كده ايه مروح من البيت النهارده كنت في مشوار وطلع وطالع متاخر عشان كنت في مشوار مهم جدا فانا معدي كده مروح بيتنا لقيت بقى ناس بتبقى. والله كنت اجيب بومب وصواريخ اقسم بالله بس قلت لا استنى لبكره عشان ما اضيعش حلاوتها دلوقتي فانا لما فرقع بومب وصواريخ بكره هيبقى ليها متعه اطلع فوق السطوح كده وفرقع صواريخ واللي هيجي قدامي يا اما كاس ميه كاس ميه كده وم... مقرت واجري بقى ورا الاتوبيسات وبتاع وهلم العيال بتاعت المنطقه ده انا هعمل حمله بكره بنت لذينه اصور لكم الكلام ده ده لو نزلت يعني لو انا صحتي بقت كده المهم كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم وعلى كل الناس اللي إنتوا بتحبوها وكان رمضان يعني الصراحه عدى كده حلو بس عدى حلو ليه؟ ده كان اول رمضان ليا وانا بستريم وانتوا كنتوا مالين بقى عليا السعاده والبهجه والسرور والحاجات الجميله دي والله العظيم فيعني ان شاء الله ما يبقاش اخر رمضان وسنين كتير قدام مع بعضينا كلها نجاح لينا كلنا باذن الله وربنا يريح بالكم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام علامه التعجّب فيها نوتيفاي وشيرات ومش عارف ايه بقى وايه ولفات والحاجات دي كلها علشان نروق الكلام وتعالوا نمسي على الناس اللي موجوده في اللايف روان تسلميلي على اللفايه يا زياد تسلم على اللفايه علي رمضان تسلم على اللفايه وانور ومكار نشأة تسلم على اللفايه محمد ايمن تسلم على اللفايه ومريم تسلمي لي يا مريم على اللفايه رجاء تسلم على اللايك ابيقه تسلم على اللفايه علا تسلمي على اللفايه مينا تسلم على اللفايه الحيوان تسلمي لي على الفايا يا ايه تسلمي لي على اللافايا نورت الدنيا عبده تسلم لي على اللافايا تسلمي لي يا روان على الشيرات دي كلها يا ايه تسلمي لي على 10 ستار كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليك يا رب امين آآ آآ ان شاء الله باذن الله يا رضا تسلم لي على الكير واستاذ احمد تسلم لي على اللافايا والشير اخويا شادي تسلم لي على اللافايا واسلام تسلم لي على اللافايا ومنه تسلمي لي على اللافايا منورين من اللايف يا جدعان معانا 20000 يو سي هنطلع البوجاتي ولا لا تعالوا نشوف اراء اخواتي اللي معايا في السيرفر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخواتي احنا معانا فيتو عامل ديفن ومعانا بيسو ومعانا بيكا ومعانا استاذ احمد وأه... نسالهم بقى هتطلع بال الف ولا لا <تصحيح> <تصحيح> الله عشرين الف وسي تطلع؟ ايش تطلع؟ هو انا بالنسبه لي شفت ناس طلعوها ب 20000 تمام بس خلينا نتاكد من بيك انا عايز اشوف بيكا فين اه بيكا هتلاقيه بيعمل حاجه مكار ما انا مش عارف اقراها مكار مكار مش عارف اقراها ايه ابننا كبر وهيتجوز وهيشيل مسؤوليه جه ابنهم ما هيجيب بامبو صواريخ ويجري ورا العيال <applause> يا اسطى ما احنا لازم نعيش العيد يا جدعان مش العيد فرحه وايه وحاجات كده على سعيد تسلم لي على الله ينور نور الدنيا هلا والله اخواتي البوجاتي فين البوجاتي البوجاتي طيب كان في خصومات وانا ما قدرتش امسك نفسي الصراحه 10 يو سي كده وبتاع فانا فتحت اول فتحتين ووصلت للرقم الثاني بقول لك ايه يا بيسو وطي كده صوتي شويه عشان بيتكرر يا بيبو اخويا بيبو تسلم لي على الفاي شويه طب كده مش اسمع بس ماشي ما اصل سامعه راجع راجع لي من عندك كويس الو 100 100 حلو قوي كويس اه 100 100 يا بيبو تعالى تعالى الديسكورد بقى انا عايز افتح استنى افتح لكم شير هتطلع ولا مش هتطلع وبعدين بقى انا عايزكم تقولوا لي كده نجيب البيضه ولا السودة لو طلعت نجيب البيضه ولا السودة اصل بيبو معاه البيضة. إيه مع البيضة. البيضه ايه بكار معاه البيضه ايه بكار وتركي معاهم البيضه طيب اجيب انا السودا طيب انت هتغير بقى صح ولا ما اجيبش السودا لان انا عندي اللامبورجيني الداسيا السودة اعمل ايه لامبورجيني حاجه والمكلارين حاجه يا عم لو عايز تجيب البيضه عاجباك هات ورينا الاتنين، وريكوا الاتنين، بص يا جدعان، لأ هي ده، مش هي دي اصلا، هي فين؟ التانية، ايوه التانية دي، ايوه هي دي، بصوا دي البيضة، ودي السودة، لأ بس السودة مختلفة، انا لك مختلفة عن التانية اللي معاك خالص كل سنه وانت طيبين يا اخواتي عيد سعيد عليكم جميعا وانت طيب يا حبيب قلبي يا حبيب اخويا اللي كان صايم معانا <applause> 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 يا فيتو تسلم لي على اللفافه <applause> <applause> انا هرمي الكارت بتاعي في الاخر الكارت بتاعي هو اللي هيجيبها أيوة, ايوه ايوه انت على فكره يا جدعان علي سعيد اللي خلانا نطلع العربيتين الدودج في نفس الفتحة الاسود احلى طب ايه اطلع الاسود الاسود احسن في الذوق هو بصوا انا هطلع الاسود البيضه اناقه طب اعمل ايه انا بقى دلوقتي اصل كله معاه البيضه دي حلوه بس ما فيش لون كسرها هو ده هي, هي دي المشكله فعلا طب ما نجيب اه لا دي الحمراء دي بتلات كروت مش بكارتين حتى امال دي ايه امال دي ايه امال دي ايه دي داسيه لا دي مش داسيه طب ما احنا ممكن نجيب من دي يعني ما دي مش مع حد برضه ولا دي مش حلوه هي حلوه على فكره <تصفيق> آه. <تصفيق> لا لا البيضة البيضة معاهم كلهم أنا بقول البيضة على فكرة أنا بقول البيضة ليه؟ لأن البيضة فيها كذا لون فاهم؟ واللون الأحمر اللي بيطلع منها من ورا ده بيبقى باين مش عارف السوداء خلينا في البيضة خلينا في البيضة <applause> هنجيب البيضة هنجيب البيضة إن شاء الله البيضه والحركه اه تاتاتارارا <applause> ما <دي> ده <البده؟ تصفيق> دليل على انها جامده البيضه جامده قوي اه الصراحه البيضه جامده قوي وانت طيب يا فيتو عيد سعيد عليك منورين حلوه فشخ اه لا حلوه اجيب لا مش حلوه اجيب البيض انا شايف البيضه برضه انا شايف البيضه طب يلا بينا ابو يوسف لي الله, الله باي بسم, بسم الله اول فتحه باسم مين لا 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 لا, لا. اللفظات دي مش عجباني اللفظات دي مش عباني. احنا لازم نشير. تحت لازم نشير فتحت تصوير لازم نشير فتحت تصوير صدق صح اصحى الله يبارك لك تصدق صح يا ده بيسو انت ذكي قوي ما تودينيش في ده يعني. انت ذكي قوي يا ده بيسو ليه؟ انا ما جاش في بالي يعني. ان انا اصور اصلا ولو انه ما, ما يبانش عليك بس انت ذكي لا هو لو قصدك على اللايف <تصور تصور تصور> ما التصوير على اللايف حاجه والتصوير بره اللايف حاجه ثانيه اه ده بقول لك كده مش هيرضى يصور بيقول لي ري... تراي كلوزنج اذر ريكوردنج سوفت وير اه ده عايزني اقفل ال اللي... اه الانستنت اه اه اقفل كده الانستنت كده طب يا عم كده ادي ترن اوف الانستنت اهو ورينا كده ستارت ريكورد اه بيسجل طيب من عوارين يا جدعان احلى بس عليكم هنفتح النهارده تفتيح باكجات على البوجاتي الايه البوجاتي الايه تفتكروا كده ممكن يطلع معايا كارتين yeah, يا <applause> <تصحيح> <applause> <بحبتين>. <تصحيح> احمد يا راضي تسلم لي على اللفايه استاذ احمد تسلم لي على اللفايه فاطمه منوره الدنيا تسلم لي على اللفايه ابو تبارك تسلم لي على اللفايه مشاركات بقى يا جماعه مشاركات للبث المباشر عشان البث المباشر يعلى يعلى الحمد لله فاطمة انت عاملة ايه كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك يا رب امين فين 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 البث فين؟ أو مفيش فين؟ بين كومنت ولا انا متهيألي مفيش بين كومنت الحمد لله رب العالمين على الفقر والجدعنة اكتبوا لي بين كومنت يا جدعان واحلى بين كومنت هختاره هبنه هبن بن هحطه بن يعني طب فين بيك انا عايز اخد راي بيكا ما تكلموا ورن عليه طب استنى ما يمكن مشغول

ايه يا معلم انتوا عايزين تعملوا ايه مش فاهم؟ عايزين بقى نفتح بقى احنا معانا عشرين عايزين نشوف هتظبط ولا ال... ما هتظبطش؟ ما بتظبطش كلكت انت رايح ابا بقى كويكو. ايه انت بتعمل مشغول ماشي اهو يلا صلي ماشي بيعمل حاجة اهو جاي ف... يا دنيا يا دنيا الواحد بيقرب يا تركي تسلم لي على الله الحمد لله بخير وانت عامل ايه وانت طيب انا أه الحمد لله زي الفل الحمد لله ما هو ردنا والله فاطمه والله أه 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 أه. وعليكم السلام يا حمدي لفا لفات يا جدعان حبيبي يا حمدي لي على اللفا يا تركي تسلم لي على اللفا نور الدنيا يا اخويا تركي طب ما تيجي سحلوش بقى عشان ايه انا افتح بحظكم وافتح بحظ الناس <applause> كل سنه وانتم طيبين يا شباب عيد سعيد عليكم اهو البين كومنت اهو يلا يا جدعان لفات بقى على البين كومنت حبيبي يا حمدي تسلم لي على الشير يلا بينا بسم الله وصلت طب سحلوش كل سنه وانت طيب سحلوش عيد سعيد عليك لفات على البين كومنت. يلا بينا يلا بينا. يلا هنفتح هنفتح وان شاء الله بدها تظبط مفيش ستارز انا يا باشا با 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 ولا يهمك يا باشا انت وجودك معايده لوحدها انت مش فاهم حاجه عم سحلوش <applause> كل سنه وانت طيبين يا شباب وانت طيبه منا بصوا بقى اول فتحه معلش يا جدعان باسم اخويا البكار انا بتفائل بهذا الرجل وانا اه والله الراجل ده بركه الراجل ده بركه عمودي <applause> تسلم لي على اللبايه نور الدنيا يا عم عمودي يا راي اخويا بص يا جدعان 20000 يوسي طب بقول لكم ايه نفتح الرويال باس الاول افتح الرويال باس الاول عشان ما تسحلش اه افتح الرويال باس افتح الاول عشان عارف ان انا هتسحل بايه مش هفتحه ب 300 هو ولا كان ولا كان بكام اه ب 300 بسم الله على 60 يا هلا هلا سحلوش. أسحلوش. يا سحلوش يا سحلوش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي وانتم طيبين وعيد سعيد عليك اه تراني ابكي يلا بينا بسم الله اول فتحه يا جدعان باسم أخو البقار عشان الراجل ده بركه طلع العربيه والبدله الاكس ب 40 بس بسم الله الرحمن الرحيم أخوال البيقه اول فتحه ب 150 يو سي. احنا احنا ليفيد 2 يا جدعان انا فاتح لكم شير صح؟ احنا ليفيد 2 اه بسم الله اللي مش هيعمل لف على البين كومنت لا اعملوا لفات على البين كومنت وبتاع ولعوا الكلام لفات لفات وشيرات كده ومانشلوتي ايوة بسم الله يا رب يا <applause> 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 ستر ماشي حبيبي أبيك ولا يهمك مش هتعمل ولا مش هتعمل سكيب مش هتعمل قصدي كوليكت اه مش هعمل أقعد. كوليكت اه مش هعمل آه. كوليكت ايوه بقول لك احمد ابو تسلم لي على اللايك منور الدنيا يا <applause> يلا يا جدعان تاني فتحة يا ولد اه تركي بو... بقول لكم ايه بقول لكم إيه. تاني فتحة باسم اخويا تركي عشان الراجل ده تركي <applause> بسم الله يا جدعان اه يا ولاد ماشي حلو 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 قوي حلو قوي حلو قوي جميل جميل ماشي تالت فتحة باسم اخويا البيسو علشان اوصل طريقه اه علشان بيسو برضه راجل بركه تمام هتجيب اي عربيه هجيب البيضه باذن الله ان شاء الله لا بس تيجي بس تيجي بس تقليد تقليد <applause> <applause> على فكره على فكره انا قايل لهم اول ما نزلت قلت العربيه البيضه جامده من الاخر السودة كده كده انا عندي اللامبورجيني السودا يلا فنجيب واحده بيضه بقى الله بسم الله <applause> حمد اهلا بسم الله فتحه باسم مين قلت بيسو صح الله بيسو بركاتك <applause> دي ب 500 ب 500 يا جدعان انا قلبي بيتقطع يا جدعان عادي ايه المشكله حبيبي <applause> بجد بجد يا كيها مفيش ستارز عندك في الصفحه لا في مجلش. مجلشة انا لك ما في انا فاكرك بتقول ده انت ده. مش معاك ستارز فبقول لك مش, يا مش لا. مشكله لا. م... لا 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 في طول ما انا موجود هتيجي ان شاء الله ماشي يا عم حمدي انت منور الدنيا أنا انت طب عم طب يا عم حمدي يا رايق شوف <تصفيق> <تصفيق> يلا بينا فاتحه باسم مين؟ فاتحه باسم اخويا الفيتو اللي انا عارف بعد ايه بقى خلاص بقى بعد ايه ما انا شايلك للتقيلة بقى ما هو جابوهاش اسكت ده انا شايل ماخرك للاخر عشان لو ما جتش في حظك تبقى في السيف وبتاع لا يا يا ابلع فيلد ابلع فيلد يلا باسم فيتو بسم الله اطلع من العجله <applause> وادخل بعد دي بعد دي بسم الله مش عندي يا رب يا رب <applause> يا, يا لا عارفة يا, يا أمة. ماشي الفتحة دي باسم اخويا سكرة شدي معانا شوية بقى شدي معانا ما تبقيش بخيلة اه ما تبقيش بخيلة بالله عليكي بالله عليكي الفتحة دي باسم اخويا سكرة حبيب قلبي واللي دايما في ظهري يا كيرو تسلم لي على اللفاية بسم الله 500 يا جدعان انا بتقطع من جوه طبيعي <applause> يا حس تسلم أبيه. لي على اللفاية يا حسام اصل الفاو... ال 50 خلصته؟ كله؟ اه الايه؟ الفاونديشن اللي هو ال 50 خلصتهم كلهم؟ ايه الفاونديشن ده يا اسطى مش ده ميك اب؟ يا يعني عم دوس على بتاع فوق خصم اه خلصت الخصم استنى كده كله؟ ايه الخ فين ده؟ يا اسطى موجود في الفتحه دوس على الفتحه 500 ايوه خلص الخصم 20 ده اخر واحد وقال ايوه ايوه ايوه, ربع ربع ربع. ربع. يلا بسم الله ودي ودي انت كده هتاخد 500 عمله يا هنا تسلمي لي على اللفايه منوره الدنيا يا منى تسلمي لي على المنشنات بسم الله ماشي أربعة <applause> يا لهوي الفتحة بقى ألف يا جدعان ايوه اللي جاية دي لو جابت ستة أنت مبروك عليك الكارت أو الكارتين بالفلوس اللي معاك ده لو جابت ستة بقى طيب الفتحة دي يا جدعان باسم كل واحد قاعد في اللايف عامل لفاية <applause> أنا خايف ما تطلعش يا نهار أسود بسم الله كم شدة معاك 18 اه لا تطلع خلاص لا يعني. طب استنى عم باذن الله تطلع باذن الله تطلع يعني... عرب... غير اللبس ده مش متفائل بيه اه ده غير اللبس البس الفستان الصغير اللي على الشمال اللي تحت ده ايوه اللي تحت اه البس ده ايه <applause> <ده بس نصفيق> القرف <فلس>. ده يا ابني فيكتور فيكتور استنى يا <ما> اخويا يا تركي تسلم لي على ألف يا حبيب قلبي كل سنه وانت طيب عيد <تصفح> سعيد عليك يا حبيب قلبي يا رب والله اوعى أيوه اوعى على ايديا أيوه اوعى على <سير مني> <صفح> اول عيدية يا جدعان اهو اول عيدية من اخوات تركي عيد عليه واقول لكم شلون طلع في عيد ميلاده عيد ميلاده؟ اه يا جدعان الناس اللي في اللايف كلها تكتب كل

أنا نفسي أقرأ اسم ال... اسمك في ال... بتاع اللفاية بس أنا مش مش عارف اسمك إيه الصراحة. في عملات برة حرام تروح على الفاضي، إيه العملات اللي برة دي؟ أيوة موجودة لسه 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 بعدين. ماشي. بدلة الخدمات دي، ربنا يستر يا جدعان، ربنا يسهل، بسم الله. الفتحة دي باسم كل راجل جدع قعد في اللايف وعمل لفاية، بسم الله. يا رب يا رب ستة يا رب ستة مش ستة المهم من أول مرة بس يا يعني ترخم في الحتة دي بس يلا تاني بقول لك إيه م. بحظ الناس اللي عملت لفات كلها والعمل عملت والناس اللي بتحضر وعملت عملت تعجب من تفقه. بحظ أبس. كل الناس اللي فيه تقال عليها دي بسم الله ود. يا رب يا رب من تاني مرة يا رب يلا بقى يلا يلا يلا, يلا. يا... يا حنين تسلمي لي على اللفايه اللي جايه دي دعين. هي الحظ الوحيد ما هي اللي جايه دي هتعدي سبعه لا اما تجيب سته يا اما خمسه هي بتنزل هتجيب خمسه مرات بس هتجيب خمسه ان شاء الله تجيب سبعه ان شاء الله تجيب سبعه يا رب يا رب يا ديزل تسلم لي على اللفايه بسم الله بسم لو بسم... سته حلو لو سته حلوه جدا جدا بسم الله يس يس يس, يس بس خلاص يا لهوي 5800 الفاتحه ايوه ايوه معاك ثلاث لفات مضمونين الثلاث لفات المضمونين دول لا اما تجيب 8 لا اما تجيب سبعة يعني انت ضمنت ال ضمنت العربيه خلاص اسمي او ضمنت عربيتين ممكن تجيب السودة وتجيب مش معاه مش معاه ثلاثه مش معاه مش معاه اثنين مش معاه ثلاثه يا عم ممكن تيجي نوم مره بس في حاجه عايز افهمك عليها شايف الصندوق اللي على ده يا اه على على يميني عشمالك. على شمالك أوه دوس دوس على شمالك هو دوس عليه اهو ايوه ده دوس اه على شمال اه ده ماشي اه ما تشتريش الا لما تجمع كل العملاء انت صرفت لحد دلوقتي 4740 يعني... اول ما توصل 9000 هتاخد كمان 75 يعني اعمل كوليكت ولا ايه انا مش فاهم اعمل كوليكت اعمل كوليكت عشان في الاخر ممكن تجمع حق عربيات كبيره اللي هي ثلاث كروت اللي هي الحمراء اه ماشي لو ان شاء الله بس ان شاء الله تجيب لك اثنين ان شاء الله تجيب لك طيب 5000 حبيبي يا ديزل رب... يا... يا رب تفتح شكلها هتلعب وتجيب اثنين اوعى يا اسلام تسلم لي على يا اخواتي اللي في اللايف بالله عليكم ما تنسوا تعملوا علامه تعجب فيها نوتيفاي عشان يجي لك اشعارات اللايف ها افتح باسم الناس اللي بالكومنتات الكومنتات دي كلها يلا باسم اللي يكتب كومنت حالا يا جدعان اللي هيكتب علامه تعجب فيها نوتيفاي استنى يلا اللي هيكتب كومنت أوه. في علامه تعجب فيها نوتيفاي الفتحه دي أوه. هتبقى باسمه تمام استنوا كده نكتب علامه تعجب فيها نوتيفاي عشان كلكم تكتبوها يلا يا عم ادي علامه تعجب نوتيفاي يلا كل اللي يكتب على هفتح الفتحه دي بعلامه تعجب, تعجب فيها نوتيفاي <applause> وده بيه شكلها هتلعب اه اه يا رب يا رب يا رب <applause> ستتلقى الان الاشعارات يا دي بيس واخد, <applause> <applause> واخد بالك واخد بالك واخد بالك اقول له انا ببقى مع صاحب اللايف اصلا انا هسكت والله انا هسكت <applause> يلا يا جدعان الفتحه دي باسم كل واحد كتب علامه تعجب فيها نوتيفاي يا حنين تسلمي لي على الشير يا رب يا رب من اول مره يوسف تسلم لي على اللفاية حبيب قلبي تسلم لي على النوتيفاي بسم الله بسم الله وقول أسامي كلها يلا بسم الله يا جدعان باسم كل الناس اللي عامل بسم الله بقى كله كله بسميت. يوسف وكله ويوسف الثاني ومينا وعلي وكل الناس وبيسو ومودي و... كل الشيرات يا لهوي يا جدعان انا خايف <applause> انا خايف والله يا رب تيجي على لفتين بس يا رب يا رب تطلع صح. من اول مره لو طلعت من اول مره م. هروح افتح على البدله الاكس لا ما فيهاش ما فيهاش ها طب يلا, ما يلا بسم الله بس عادي يعني بسم بس الله كده وممكن تيجي بسم بمرأة. الله بسم الله يلا ان شاء الله خير الله يلا قلبي قلبي, قلبي. <تصفيق> <تصفيق> آه دي آخر حظ حز... ده آخر آخر محاولة يا رب بالله لا مش آخر يعني... محاولة لو لو بعت لك هو كمان 500 شدة كمان خلاص انتهى الموضوع هي عايزة كم؟ 5800 وفوق 9000 وكده عشان مش شايف 9 613 9 613 بنتكلم في 200 200 عايز 1200 انت كمان ابيك آه... 1200 ألف 1800 شقه خير خير خلص يا عم البلف انجز، طيب يا جدعان الفتحة دي باسم علي سعيد اخويا البلف عشان هو اللي دايما بتظبط معايا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب تمام خلاص كده. أكلم. كلم عايز كام كده النهارده اشرح انت 2000 2000 شقه ما هي معروفة هي بنت لذينة بتوقف على كده ما ورنك نفس الكلام. أنت عارف أكتر واحد فرصته كانت حلوة كان, حلو كان مينا جيا؟ كان تركي بس إحنا استخبينا وعملنا كولكت. بس عادي أنت لو بعت لك 2000 كمان اللفة الأخيرة دي مضمونة يا إما تيجي على 7 يا إما تيجي على 8 أنت وحظك بقى لو جيت على 8 يبقى الشحنة دي مبروكة أنت فاهم إزاي وروح يا انا دي عملت ايه بنفتح جيا بيفتح على لل... العربية وصلت كام طيب ولا عملت؟ وصلت ل 6 وقفت معاه على 2000 شده 2000 شده وترفع و ترفع معاه ل 8, 8. اه اه ازاي؟ 2000 شده كتير قوي ده والله ع... ده عدت كذا مره كمان وقفت معاها عدد... معاه ثلاثة تلتة... ثلاث تلت مرات وقفت معاه على على كام؟ على أربعة مرتين فطبيعي هي وقفت معاك في الأول كتير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا خالد عامل ايه تسلم لي الله اكبر هات هات الاي دي اه اه قلب سكره يا يا باذن الله تجيب الاثنين اه مسهل الحال يا رب أه. <applause> حبيبي يا خالد تسلم لي على الشيرات دي كلها والله اخوي عامل ايه يا غالي؟ كل سنة وأنت طيب وأنت طيب يا حبيب قلبي يا رب والله. منورين يا جدعان كل سنة وأنتم طيبين. أحلى مساء عليكم جميعًا، عيد سعيد عليكم جميعًا يا رب أمين. ااا آه. عشان كل سنة وأنت طيب حبيبي يا جو وأنت طيب يا حبيب قلبي كل سنة وأنتم طيبين يا جدعان. لفات بقى كده وروق عليا الكلام. عشان ما فتحتش باسمي، والله فتحت باسم كل الناس اللي في اللايف عامله لفات. يا حوده تسلم لي على اللفاية. حبيبي حبيبي يا خالد تسلم لي على الشيرات والله لو كنت اشتريت كارت عربية م -م. كان هيكون اوفر من كل ده يعني ايه اشتريت كارت العربية؟ اشتريت كارت العربية من واحد لاله عربية مرتين ده قصده آه بس ده, ده اكتريتهم نصابين يا جدعان وانا اضمن منين ان انا بالظبط كده اضمن منين ان هو يبعتلي لي الكارت الصحيح بدي تحية لأحمد الضامن من شركه جيتك احلى تحيه على احمد من شركه بي وبي بيو يا حلوه انا حظي دايما حلو جرب ما انا فتحت باسمكم كلكم اف وإفت... معاك كم عمله مية افتح باسمي كده شوف هيطلع لك ايه ربنا يسهل <applause> افتح باسم هيطلع العربيه ما انا فتحت بيكم كلكم يا وك... جدعان يعني انا جمعتكم كده كلكم على بعض وفتحت ايه ما تقفل الصوت ثانيه كده حاضر ثانيه واحده <applause> انا قيود عبد البديع تسلم لي على الفوي ليه بتشتم الناس؟ تعال النهارده عيد يا باشا وعايز اكفر بس كده ليه بتشتم الناس؟ تشتم الناس ليه؟ اعمل انا باكل انا باكل ترمس وحمص بس كده صح انت إسمي انا بس ان شاء الله يا جدعان ان شاء الله عبد البديع تسلم لي على اللفاي كده في ساره صباحه ايه؟ اعمل ريد يا بيص فقولي يلا برو نعم يلا انت بتنام انت بيكا موجود اصلا ولا لا موجود <applause> نش...